بكل لغات العالم أرحب بكم في هذه الأمسية الجميلة. واسمحوا لي أن أرحب بكم أولاً على طريقتي اللبنانية. يا ميت أهلا بكل هالجايين على مطرح الكل وحلا وأنوار، وبتسألوا تخمين مدهوشين كيف جمع المطرح كتير أقمار، نجوم الفكر على المنتدى معزومين كسرت أنا بالمنتدى، نجوم الفكر على الأرض معزومين تيشرفونا ونتبادل الأفكار، هيدا المنتدى موقع الفكر وبيشهد الزوار. أسعد الله مساءكم. حرت من أي الحقول أنتقي ورودا تساعدني لأرحب بكم، ولكن عندما علمت من هم المدعوون والحضور عرفت أن حضوركم وتوجهاتكم وجهودكم في الجالية وفي بلاد الاغتراب عابقة بالحب والخير والمسؤولية، فتبين لي أنني أكرم في هذا اللقاء، فشكراً على هذه الثقة أن أكون هنا بينكم. أهلاً وسهلاً بكم باسم المنتدى الثقافي في ديربون وباسم المنتدى العربي الأمريكي للثقافة والفنون برئيسه أو باسم رئيسنا الفاضل سعادة الدكتور السفير علي عجمي وأعضاء الهيئة الإدارية، السادة نائب الرئيس الدكتور حسن بزي، أمينة السر الأستاذة حنان شرارة، أمين الصندوق الأستاذ رفعت المندوي، والأعضاء الكرام الأستاذ بسام شرف الدين، الأستاذ علي السندي، الدكتور هاني بوردي، الأستاذ زياد نصر، والأستاذ عدنان شرارة. وفي هذا اللقاء الدوري للمنتدى الذي يقام كل أول أربعاء من كل شهر، وفي أمسيتنا لهذه الليلة وبرنامجنا الحوار المفتوح بعنوان أين تقف الجالية العربية من تفشي المخدرات بين الانتحار والخشية من العار، في فقرة ثانية قراءات وقراءات شعرية لسعادة السفير الدكتور علي عجمي تحت عنوان من قصائد الغضب في أشعار العرب، وفي فقرة الشعر نستضيف الشاعر الدكتور قحطان المندوي في قراءات من شعره، ثم نختتم مع الموسيقى وعزف على الكمان للفنانة الأستاذة آية الغانم. وطبعاً اسمحوا لي باسمكم أيضاً أن نتوجه بتحية من القلب إلى كل أوطاننا العربية التي تعاني فيما تعاني، ونحمل الأمنيات والدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا جميعاً، أن يهدي أمتنا لتعاود استقامتها لتنتصر على كل ما يضعفها. وفي موضوع ندوتنا هي الآفة التي تخرج المرأة عن السلوك الطبيعي اللائق بالإنسان السوي، وهي من الضارات المهلكات، تدميرها للبشرية يعادل الحروب إن لم يكن أكثر فتكاً وتأثيراً، لأنها تهلك المبتلى جسمياً وعقلياً، وتقتل الأخلاق الفاضلة وروح الإبداع فيه، وتحيل القيم والمثل العليا في المجتمع إلى غايات مدمرة، وتصرفات تذهب بماء الوجه وعنفوان الإنسان، فتفقده التحكم بعقله، ما يحيل واقعه إلى فوضى شاملة تضله، بدل السعي للقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الأمانة العزيزة التي أودعها الله للعباد، الحفاظ على الحياة وصونها، وتكامل دوره مع أدوار أفراد المجتمع إلى أن يصل حد الضياع والاستهتار والخروج عن الوعي حتى درك إنهاء الحياة عجزاً واستسلاماً. ورغم العديد من المحاولات والبرامج والآليات التي تحدت هذه الآفة وسعت لمحاصرتها، إلا أنها لا تلبث تشكل كابوساً يجتاح الأمان والمستقبل وتهدد المجتمع والأجيال جراء أخطارها. ولعل العديد من المؤسسات والأفراد والهيئات المتعددة التوصيفات والاختصاصات جهدت لحصار هذه الآفة للحد منها، لكنها بقيت مجرد محاولات حاصرت بعض ذيول هذا الكابوس
إلا أن استفحاله في تزايد، ما يطرح الأسئلة المدوية والتي لا زالت دون إجابات ناجعة. لذا فالمنتدى العربي الأمريكي، المنتدى العربي الأمريكي والمنتدى الثقافي في ديرمون استنفر جهوده وتوجهاته مركزاً على أهم أهدافه التي آلت الهيئة الإدارية رئيساً وأعضاء على التصدي لها لخدمة المجتمع والجالية، فبادر بكل جرأة ومسؤولية لطرح هذه الندوة بعنوانها وأبعادها التي تتخذ منحاً مختلفاً عن ما سبقها من طروحات ومعالجات أو ندوات للبحث في هذا التحدي، فتحوله إلى فرصة وعي قد توصل إلى صحة فكرية ونفسية واجتماعية لأبناء جاليتنا ومجتمعنا. وها نحن في محاولتنا اليوم وضع هذا العنوان على بساط البحث في هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام، نحاول الولوج إلى أبواب بعض الحلول بالشراكة مع نخبة من أهل الوعي والتجربة الطويلة في التصدي لمشكلات المجتمع. فهل وإياكم معهم نتمكن في هذه الندوة أن نضع حجر أساس لمداميك جرأة الأهل وتصديهم لهذه الآفة عبر تحدي الموت المودي بأماناتهم وآمالهم والملقي على حياتهم وبيوتاتهم ومستقبلهم ستارات الظلام والقهر والانهزام، باختيارهم الحياة والنور والشفاء لأبنائهم ومواجهة هذه الآفة بإرادتهم وإيمانهم، أم يظل مجتمعنا عرضة لهذه الأشباح المقيتة فيقطف الموت كل حين والانتحار أعمار زنابقة نتطلع أن تكون أنوارا في الحياة وعمادا وحماة للمستقبل. هذا ما سنلقي الضوء عليه الليلة وحضراتكم في هذه الندوة، أين تقف الجالية العربية من المخدرات بين الانتحار والخشية من العار. ضيوفنا المحاضرون الأفاضل السادة الدكتور عدنان جابر أخصائي في علم النفس العيادي وفي رعاية الصحة العقلية، يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في علم النفس العيادي من جامعة ديترويت ميرسي، متخصص في مشاكل القلق والعلاقات والاكتئاب، كما يعمل في مجال البحث والتدريس والمعالجة العيادية لمساعدة المرضى على كيفية فهم أنفسهم والتعامل مع القضايا اليومية ومشاكل الأمراض العقلية وسوء المعاملة والإدمان والخسارة، كما يتولى مسؤولية تقييم وتشخيص وعلاج المشكلات النفسية في إطار المعالجة العيادية. أهلاً بكم دكتور وشكراً لمشاركتكم. ضيفنا الثاني السيد علي السيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجمع هايب الرياضي الذي أنشئ عام 2001 بهدف تعزيز البنية الأساسية للشباب والعائلات في جاليتنا العربية ولإتاحة فرص التلاقي بين أفراد الجالية عبر الرياضة والتعليم والخدمات الاجتماعية والتثقيف الصحي وخاصة الوقاية من تعاطي المخدرات. كما أطلق تحالف سيف سنة عام 2015 لمواجهة إساءة استخدام المواد المخدرة بهدف توعية العائلات ومنع استخدام أو إساءة استخدام العقاقير والمواد الضارة. ومؤسسة سيف طورت دورها لتشمل خدمات لمساعدة الشباب الذين تعاطوا المخدرات لأول مرة أو من له نشاط جرمي أو ابتلاء جرمي، وهي بصدد افتتاح مركز تأهيلي في ربيع 2020 ليضم فرعاً للعلاج من السموم ومركزاً لرعاية أفراد الأسرة الباحثين عن الشفاء، وفيه أيضاً العلاج النفسي للمقيمين وللمغتربين أو للقادمين. وضيفنا الثالث ونحن بانتظاره الأستاذ أحمد حوار، أحمد بلوط عفواً، الأستاذ أحمد بلوط
هو من مركز من المركز العربي أكسس، ناشط في المجال الاجتماعي وفي كل مجالات الخدمات الاجتماعية التي ترعى أهلنا وشبابنا في الجالية، يشارك في العديد من الدورات وورش العمل التي تعنى بالشباب ومشاكلهم، وخاصة في مجالات الإدمان، وأيضا هو مدرب صحي واجتماعي ويركز في عمله على الشباب. أيضا الأستاذ وسام شرف الدين الذي سيدير الندوة، وهو الشاعر والكاتب والأديب والفنان والإعلامي المخضرم، والحاضر حضور الشمسي في كل مناسبات الجالية العربية في مدينة ديربون. أهلا وسهلا بكم، شكرا لمشاركتكم ولجهودكم في هذا العمل البناء، والذي نأمل أن يلقى القبول وأيضا أن يلقى التفاعل، علنا وإياكم نضيء على بعض الحلول وعلى بعض الأفكار التي توصل إلى حلول. أستاذ وسام، المنبر لك وضيوفنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم، أهلا وسهلا. يشرفنا الضيوف الكرام، سيد علي السيد تفضل to the podium. سوف ندير الحوار باللغة العربية، هذا منتدى باللغة العربية، ولكن but feel free to speak in any dialect you want. يعني ليس عليكم الالتزام باللغة الفصحى، المهم هو إيصال الرسالة وإدارة الحوار مع الناس. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، تفضل. حفاظا على الوقت، سوف أدخل في صلب الموضوع وسوف أفتح الحوار ببضعة أسئلة، ثم نفتح الحوار مع الجمهور الكريم. السؤال الأول الذي سيتيح لكم من خلاله التعريف عن نشاطكم في هذا المجال هو سؤال شوي طويل، يعني في داخلية أربع أسئلة. كيف تشخصون حالة تفشي المخدرات في الجالية؟ وماذا فعلت مؤسستكم إلى اليوم؟ ماذا فعلت مؤسستكم إلى اليوم في مواجهة هذه الحالة؟ وهل تلاحظون تحسناً؟ ولماذا نحتاج اليوم؟ يعني ما هي المشاريع والنشاطات التي تنقصنا لمساعدتنا في مواجهة هذه الحالة؟ وكيف ترون المستقبل؟ يعني basically the past, what your organization is doing in the present, and what do we need, and how do you see the future of this epidemic? Sorry, I'm late. بس هلا أنا من أحمد بلود بشتغل مع ASAP for Access. بالأول بلشوا بالسبستنس ابيوز، بلشوا بالأوتريش للمدارس للتلاميذ، بيعمل أهل والتلاميذ، وبلشوا يعملون الأوتيك بيشن مش الانتيك سوري هلا سمعت، وبلشوا عندهم بالأكسس، عنا ثيرابيست وعنا بير ريكفري كوتشز، هن هول اللي كانوا عندهم كانوا مدمنين وطلعوا من الإدمان، وصار عندهم سيرتيفيكيشن وبيشتغلوا مع اللي عنده مشكلة الإدمان ومع العائلات. عنا ثيرابيست وسايكايتريست بالأكسس. also أنا هلا بلشت أشتغل مع ديربون بوليس صار لي سنة ونص تقريبا، ولما يكون عندهم كل ما عائلة دق 911 يتصلوا بالبوليس، بيطلع رابور. لما يطلع رابور بيطلع بيحطوا الانفورميشن تبع الشخص، فنحن نروح لعندهم ونتصل مع الأهل العائلة أو الشخص، ونجرب نعرفه شو من البروغرامات الموجودة، واللي نحن ما عنا إياه مندلهم عليه. مثلاً الانتيك بيشن هاي عنده انتيك صحيح، ونعملهم منحطهم بالسيستم عنا ونعملهم رفرنس للانتيك بيشن اللي بيروح على الانتيك. وأهم شيء نحن عملنا نراقب إنه المدارس نعمل awareness ونعلم التلاميذ والمدارس والأهالي، من شان هن ما يبلشوا بهالسايكل هذا. طبعاً على
How do you see the future, Mr. Balloon? Yes. And how do you, what do you see the needs of today? يعني حاجة اليوم وكيف رؤيتك لمستقبل هذا التحدي في الجالية؟ هلا عنا بالجالية بدنا نبلش نحن نحكي نكسر قصة الشيم والستيغما إنه نجرب نتصل بالأهالي والعائلات إنه الشخص بده مساعدة ويتعرفوا على كل البروغرامات الموجودة. البروغرامات موجودة بس بدك مين يستفيد منها. اوكي وبدك انه هلا اخر النهار هو الشخص اللي عنده زمان هو بده يكون تيجي منه هو قد ما يكون في بروغرامات موجودة بده هو يكون مقتنع وجاهز ليفوت بالثيرابي او بالريكفري سيستم. هلا حاليا البروغرامات موجودة بالفيوتشر انا بتصور انه الجالية تتصل مع بعض الجوامع والكنايس يفتح البواب لبعض ويصير في اتصالات مع بعض ويعرفوا انه هيدي مشكلة عايشين فيها مش بس برا ديربون بديربون وبرا ديربون يعني الكل بيتأثر فيها. اوكي وهذا انه يعرفوا انه الادكشن انه هيدا مرض ما بتخلي الشخص يكون انه هو اقل من الشخص الثاني لانه ما هذا المرض بيصير مع الكل. اوكي بس انه هذا اهم شيء انه لازم الكوميونتي تبعتنا تعرف انه الادمان هذا صار مرض ولما واحد مريض بده تحكيه والبروجرامات موجوده. انا يعني بشوف بالفيوتشر انه نتعرف خصوصا عنا بالجيل تبعتنا انه الادمان هذا مرض بده تحكيه والبروجرامات موجوده. وانا بتصور انه يعني نشوف انه احنا يعني ننتصر على المرض. اوكي would you mind if I speak in English? Sure, English is okay. You should have told me earlier. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ali Sayed, founder and CEO of Pipe Athletics, as well the founder or executive director of the Safe Substance Abuse Coalition. And I agree with a lot of my partner's words. From 2001, when we started Hype Athletics, the idea was to provide kids with an opportunity to be in a drug-free, violent-free, and diverse athletic environment. Coincidentally, after I started Hype within 6 months, actually 4 months, 9/11 came. Now, we look at the Arab community and the effect that 9/11 had on the Arab community, from the stigma of even being an Arab or a Muslim, and the shame of being an Arab or a Muslim, or an Arab American or a Muslim American, primarily because of what media has done to us, right? So growing from that aspect, you know, and understanding the effect that that has, the marketing effect that that has on the minds of our children, and the desire to want to fit in, has caused a very large gap in understanding the Arab community's mental health disorders. So when we started off with Hype, I started off with programs, sports programs, the things that kids love to do, play soccer and basketball and football and baseball. And our work was primarily prevention focused. But after about 6 or 7 years, many parents just like you would come to me and say, you know, Ali, my son is obese, or my son or daughter are smoking cigarettes or marijuana, or they're doing bad in school. So now we had to take a step back and we had to understand what risk factors are. What causes this young boy and girl to eventually commit crime, do drugs, be what you don't want any kid to be, let alone our own kids. So these risk factors we started identifying in the Arab community were not only bullying and harassment and targeting, race, religion, ethnicity, gender, the scarf, the hijab, you know, but it also included poor academic performance, single parent households. What kind of effect? How many of you know someone who lives in a single parent household? Every one of us. Every one of us knows somebody, that has an amazing effect on the kids' upbringing. So for Hype,
and for SAFE, what we identified was the need to fulfill these gaps in our community, to be the father, to sometimes be the mother, to be the sibling, to be the mentor, the role model for these kids. So we began to offer tutoring, mentoring, as the young lady announced in the beginning, substance abuse prevention, education, life skills, things like that. That's what we tried to do. I know we had great organizations. We have great organizations in the city and in, for the Arab community. Now, this is the past. The present, we are working on eradicating drugs in the Arab community within the next 10 years. Okay, I don't like the drug field. I don't like helping people off drugs. I'd rather them not be on drugs, right? None of us like the field. It was thrown on us. And it was thrown on us because of the lack of understanding within the household, within the schools, within the community. A lot of the families were heading to the imams, the clergy, the shuha and the imams and the siyid. They're going to the mosques saying, you know, Maulana, help us. My son or my daughter are doing A, B, and C. Well, to equip ourselves as a community moving forward, some of the things that need to be included are some of the things that were mentioned, such as partnership. Opening the doors is one thing. Understanding, there's over 40 different types of mental illnesses. There's no way I can even tell you all of them right now. But understanding anxiety, depression, and stress, and what other mental disorders are tied into those. Okay? Looking ahead in the future and understanding what we need to do as a community to eradicate drugs and to understand the problems that cause it, because not everyone, sometimes when they've become sick, right? So they go to a doctor for a back problem. And you, parents, and me, we don't understand what these medications are, the names of the medications and so on. So, you know, we don't know the side effect. You take a blood pressure medication, it affects your liver. You take a testosterone booster because you're constantly tired, or an Adderall, and it causes adverse side effects on all sides of your brain. So, you know, it's us within the next 10 years taking a full pledge on learning what we need to do to heal, how we have to heal, and understand what the doctors are telling us, because we trust them more than we trust Rabna, astaghfirullah, right? We go to the doctor, whatever the doctor says, we say, okay, no problem, doc. You want to have amaliyah, no problem. You want to have, you know, I have this disease or that disease. And I'm gonna conclude, because I know you have multiple questions, but you know, we have a very serious problem in our community. We have thousands of kids, boys and girls, that are on the streets around Dearborn and outside of Dearborn, addicted to heroin and crystal meth. And I'm not even talking about the psychotic medications such as Adderall or the Xanaxes and all the other clozapines and so on. There's thousands of medications, but let's go to the illicit, understand the difference. There's pharmaceutical and there's illicit street drugs. The street drugs are made by man, and the harmful effect of these drugs on the minds of our kids is extraordinary. Imagine you give a quarter to a young 5-year-old kid and you tell him, here, go put it in the gumball machine. And two gumballs come out for one quarter. Isn't that boy excited? Imagine you take a drug and you put the quarter in and a whole truckload of gumballs come out at you. And then every time you reuse that drug, it's to get that same feeling of a truckload of gumballs falling on you. So this is the predicament that we're facing as a community, and it's going to take partners and community organizers to provide us with the platforms to educate. All of us collectively have to be educated. I'm not a professional in the field. There are people that are much smarter than me in this field, but we are filling a service that's needed. And like you, you're going to be called upon to join our army and to fight this fight with us. Thank you very much. Thank you, Ali. Dr. Adnan. مساء الخير للجميع. أنا اسمي دكتور عدنان جابر. أنا معالج نفسي بمستشفى ديترويت ميديكال سنتر. وبشكر المنتدى والمتحف على تنظيم هذه الأمسية الجميلة اللي برأيي نحن بأمس الحاجة إلى نظرا
نحن نعرف الكونسيكونسز نتائج التعاطي وتفشي ظاهرة الإدمان بالمجتمع اللي كان على الناحية النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. أنا حابب أحكي قبل ما نبلش شغلة to clear misconceptions من إلا يعني في بعض المفاهيم الخاطئة لازم أنا برأيي نحكي عنها قبل ما نحكي عن الإدمان. السؤال بحد ذاته أنا كان عندي اعتراض عليه بالأب بالعنوان تبع الندوة لما حطينا ظاهرة الإدمان والانتحار. أنا برأيي الإدمان والانتحار ما قالونش أي ظاهرة متصلة ببعضهم، لا علم النفس بيثبت هالشيء ولا أي شيء تاني، مثل ما أي في مشكلة نفسية إلى علاقة مع الانتحار في له علاقة الإدمان بالانتحار. الإدمان هو عار، هو بيعبر عن مثل ما حضرتك بيعبر عن المشاكل النفسية وال يعني الكونفليكت اللي بيمر فيه الإنسان بحياته. فممكن يكون سمعني عفوا بس ممكن يكون الإدمان هو ردة فعل بتعكس محاولة الإنسان التعامل مع مشاعره اللي هي مش مبين له بلحظة من اللحظات اللي كانت هالمشاعر مشاعر anxiety توتر أو قلق أو 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 depression إحباط. فينا نقول إنه من misconception الكبير حول الإدمان هو الحكي إنه الإدمان هو الدراج بحد ذاته. الدراج هو مش هو الإدمان، الإدمان هو البيهافير اللي بيخلي الإنسان يركض وراء دراج معين أو تصرف معين. نحن كلنا بنعرف إنه من ضمن الإدمان في الإدمان الجنسي، في الإدمان على الإنترنت، في الإدمان على القمار الجامبلينج، في إدمان على الأكل. هلا آخر أبحاث قلت لك الأكل مشاكل الأكل قلنا صحيح عبارة عن إدمان، هذا ما له علاقة بالدراكس كدراك بحد ذاته. فالميسكونسبشن لازم نتحدث فيه إنه الإدمان هو ظاهرة بتعبر عن مشاكل نفسية باطنية أحيانا مش نحن قادرين نستوعبها بدون مساعدة شخص يساعد الإندفيدجوال أو على فهم اللي عم يصير معه. المسكونسبشن الثاني التمييز بين الإدمان الجسدي الفيزيولوجي والإدمان النفسي. الإدمان الفيزيولوجي هو إدمان أي شيء دراج له مؤثرات سايكو أكتيف من إلا بتأثر على دماغ الإنسان. تأخذه يعني كل الحضور هاني أي واحد تعطيه هلا بلشت مشروع تعطيك اليوم نوع مخدرات معين كحول أو غيره وتزيد له جرعة بيصير عنده تولرنس وبيصير عنده withdrawal effects مثل غيره. بس مش يعني هذا الشخص البني آدم صار عنده مشكلة كحول أو مشكلة دراجز لأنه بس تفتح على المصحة المستشفى يعني وتعمل له ديتاكس يعني تنطف من الكحول 90% أو أكثر من الأشخاص ما بيصير عنده مشكلة إدمان. إذا هذا بيأكد لنا إنه الإدمان هو حالة مثل ما بكررها برجع شخصية فردية لازم نأخذها بحد ذاتها. يعني مثلا السؤال اللي طرح ليش متفشي بالظاهرة هذه بالجالية العربية، سؤال كثير حلو لأنه نحن إذا عم نعترف إنه في شيء مشكلة بالجالية بتخلي أبنائنا وبناتنا يلجأوا للمخدرات بهالطريقة هذه. المشكلة كثير كبيرة وما في بعتقد جلسة حنقدر نعرف شو الأسباب، بس برأيي مثل ما تفضلت حضرتك إنه جزء منه بلش من 2001 والجيل كله الجديد اللي خلق هاني من الناحية الاجتماعية ومن ناحية الهوية، من ناحية عدم إدراك إنه جيلنا عم بيعاني مشكلة هوية، مشكلة انتماء، عنا مشاكل كتيرة إلى علاقة بوين جيلنا بيوقف بالنسبة لهويتهم وانتمائهم وهالتوليفة اللي لازم يوصلوا لها بين هويتهم العربية الإسلامية والأمريكانية، وبتخلق حالة من الفراغ أحياناً هاد الأشخاص. لذلك لازم نأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل الاجتماعية على صعيد الجالي. أنا كعملي كدكتور عن النفس بركز على اللحية الفردية، بتمنى أنه نحكي أوقات على الإدمان بطريقة موراليستيك أخلاقية كتير كأنها مشكلة إرادة بس، وكأنها مشكلة اللي بيتعاطى ما عنده إرادة، اللي بيتعاطى غير متصل بإيمانه أو بثقافته أو بالمبادئ تبع الكالتشر تبعته. أنا بشيء برأيي وتجربتي الخاصة هذا مدمر للي بيتعاطى. اللي بيتعاطى مخدرات أو أي دراج هو عم بيحاول يلاقي حل لمشكلة دفيني جواته مش عم يعرف يتواصل معه بطريقة أدابتف بطريقة فعالة. يعني مثلا أثبت
علم النفس بآخر 20 سنة إنه أهم عاملان بتخلي الإنسان يلجأ للمخدرات هي شعوران: شعور بالهيلبلسنس اللي مش عارف قصصها بالعربي صراحة، اليأس يمكن، والشعور بالريج يعني الإنسان غضب على شيء معين. والدليل على ذلك لما بتسأل الناس اللي صار عندهم مخدرات حالة إدمان ونطفوا بعد 6 أشهر طلع من السيستم طبعا المخدرات، دائما بتصير مرة بعد مرة بيرجعوا على المخدرات. يعني شغلة مش بس بالدماغ، اللي بيصير إنه بيفوتوا بحالة ريج، بحالة هيلبلسنس. وبس سألوهم أيمتى شعرتوا بالراحة النفسية؟ قالوا له لما أخذنا القرار نرجع على المخدرات. لما أخذت قرار إنه خلص screw it sorry I'm gonna go and have my beer or I'm gonna go have my drugs، هاللحظة صار في شعور إنه هذا الشخص رجعت امتلك زمام المبادرة وبلش يشعر بإنه اليأس والإحباط والتوتر خف. لذلك أنا من منطلقي أو من منطلق شغلي بركز إنه مش بس بدنا نركز على العامل الأخلاقي والعامل الفيزيولوجي للإدمان، بدنا نركز على العامل الفردي. والعامل الفردي إنه مثل ما أي إنسان عنده حالات إحباط وتوتر وحالات ADHD بيجي بيتعالج، لازم يعتبر المخدرات هي نوع محاولة الأشخاص لإيجاد نوع من الإكوليبريوم داخلهم. فقبل ما نعمل أي شيء بالجالية أنا برأيي نركز على misconceptions وclearing it، ونبعد عن الموراليزم تبع أو المبدأ الأخلاقي اللي بيلوم الشخص على حاله هي بمثبتة إنه هي حالة نفسية أو خارجة عن إرادة الشخص، هي طريقة التعامل فرضت على الظروف. فلذلك أنا بتمنى إنه الفيوتشر يكون أو المستقبل مثل سأل وسام يكون إنه مش بس عنا مصحات بتساعد الأشخاص إنه يطلعوا من الإدمان على مخدرات معينة، يكون عندنا كمان عيادات تلتقي مع الأشخاص وتحكي معهم فرد فرد شو مخاوفهم، شو أحلامهم، شو طموحاتهم، شو عم بيصير معهم. لأنه أنا مأكد من ذاعة الغدة الخاصة إنه 3/4 اللي بي أو إذا مش أكثر اللي بيتعاطوا دائما في أسباب دفينة، إذا سمعنا لهم إياها ممكن نوصل ونعلمهم طرق يتعاملوا مع الصراع اللي بدخلهم بطريقة more adaptive. Thank you. قبل ما أكمل ببعض الأسئلة اللي عندي راح أخذ سؤال من الجمهور. استاذ باسيكو، دكتور محمد غيلي، جنرال سيرجن. للحقيقة بعض الكلام اللي كنت بتوقع أن أسمعه هو هالمؤسسات شو عملت خلال هالسنين هذه كلها لمعالجة الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالprevention. يعني ما نتكلم بعدين عن rehabilitation والmanagement of the process لأنه بكل وقت يمكن هذا جزء ثاني، لكن الجزء الأهم what are the preventive measures taken to reduce this morbid condition in the society. للأسف اللي بقدر أقوله نحن خلال 3 أشهر بدأنا صرخة حول هالموضوع هيدا، وعقدت عدة اجتماعات ودعيت بعض الفعاليات والمؤسسات للتعاطي بهذا الموضوع. لكن بقولها بكل أسف إنه في كثير من المؤسسات تتعاطى بالأنانية المطلقة وعدم التعاون، وهذه أكبر مشكلة بتواجهنا بمجتمعنا. نحن عم نطالب إلى تكاتف جهود جميع المؤسسات من أجل أن نكون إيد واحدة لمعالجة هذه الآفة الخطيرة اللي عم تهدد أولادنا ومجتمعنا. وبقولها بكل أسف التعاون أقل بكثير من المطلوب. فنحن اليوم حب اسمع، بما أنه في مؤسسات عم تتعاطى بهذا الشأن، يا ريت بيخبرونا ليش الأرقام إلى ارتفاع دائم وإلى تزايد. فإذا كانت المؤسسات عم تقوم بعملها بشكل دائم فكنا نتوقع أنه هالأرقام بانخفاض مش في ارتفاع. ولذلك أنا أطالب بتوحيد الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة. Sorry, let the panel address it. We'll come back. So, do you face
some obstacles in having organizations collaborate on projects on this field. Was that the question, or should we focus on the preventive measures? Yes, so the question seems to have two parts. One part is there's a lot of treatment. Is there a lot, is there preventative measures also in place? Sure, of course. So, some of the prevention. Both the preventive and the end. Got it. Yep. So the prevention measures, there's four parts that we have to understand as a community. Number one is education. It's educating all the stakeholders, educating the parents, educating the teachers, educating the community leaders, educating the clergy, educating anyone and everyone that has exposure to children. When we educate our youth through our prevention model, which we have a great partnership in Dearborn Public Schools with Access, Safe, Hype, LAHC, CSS, there's a great collaborative. We are in every classroom in Dearborn schools twice per year. It's an in-class program that we're offering to every single student. Every single school receives the same program, and we've divided up all the schools amongst the organization. So this, it's called our Healthy Initiative, is a great way to show the community that partnerships work. We actually live in a partner or parish society. There's no way one organization can do it all. And once we think, or when any organization thinks that they can do it on their own, they're only doomed for failure. So the only way we as a community can eradicate this issue in our community is to collaborate with everybody and make sure we all have the weapons. The weapons is knowledge, it's education on this field. So this is probably one of the most unique, I don't know if you would agree with this, I'm sure you will, one of the most unique issues in our community that 100% everyone has been able to collaborate. There's no money being made. So everyone is providing the service because it's ugly in our community. It's making our community look very ugly. So I hope I answered your question, but from a preventative perspective, there's education and prevention, and then there's diversion, taking on kids who have committed a crime or are doing bad in school, who are borderline, going in that direction. There's diversion-based programs. We offer all of that, and inshallah, in May, we'll be opening up our first treatment facility. There are many treatment facilities. We regard these, many of them, as revolving doors. They don't have continuum of care practice models that allow for the facility or the organization to treat for 2 years or more, because that's how long it takes for these people to recover. So I was able to. Mr. Ahmed, talk to ملاحظات حول ASAP. ASAP اتحاد ائتلاف كبير من المؤسسات أيضا منهم بوليس ديربون, ديربون هايس والمطافي والهيئات التعليمية. Access is involved. It's a big organization. The ASAP program, it was small. It's the substance abuse program is a small program. Like my partner said, not one school in Dearborn is not covered. In Kilden Madaris, the public school and charter school. Okay? Public school is the program set. Charter schools, we see, نحن بنروح لعندهم. We teach in those schools. Okay? There's three of us that are covering. Yes, sir. ليش كل حاكم تجاي منين؟ ليش ما نحن نحكي مع مدارس ديربون نشتغل على البروجرام تاع الطلاب؟ يا ريت لا معك حق 100% خلينا ندخلها بالبرنامج تاع الله كل البرامج لما تدخل البرنامج يعني عبر انا ابني عم يحكي عربي ابني شحك عربي ولا شحك عربي كلنا عمليين This is the dream. هذا حلم. بس انت تحكي مع superintendent. You guys make the vote. Talk to the superintendent because you are the customers. صح? Tell him we need a program about life skills. Life skills should be in every kill sub. It is. صح? I know. But they need to school. Like you said, yeah, it is in their program, but I mean, like, but yeah, I think that's it will be like from compulsory. Yeah, واحد يعني اهداف هذا اللقاء في الحقيقه مع شكري للمتحدثين هو ايضا التعريف لان هناك حلقه ضائعه وهي
هناك جهود هائلة تحدث في المجتمع الجالية لا تعلم بها. يعني هناك life skills اللي يحكوا فيها هيدي التعليم للأطفال الصف الرابع والخامس والثامن والتاسع يحدث في كل المدارس منهج عبارة عن 8 أسابيع. ولا أعرف مدرسة ليس فيها هذا البرنامج. وAIHC Access كثير من المؤسسات تقدمها. أحمد الآن أتى متأخراً لأنه كان بناركان تريننج. هي يعني تدريب بشكل يومي تقريباً للمدارس للبوليس إلى آخره. فهناك كثير من الجهود نريد أن نعرف الجالية بها. نعرف أنه هذا اللقاء غير كافي ولكن لعله يعني مقدمة وممكن للإنسان أن يتواصل مع هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات. أريد أن أذهب إلى أسئلة من الجمهور. سؤال قبل أن نأخذ من الجمهور سؤال آخر. ما الذي يجعل العائلات ترفض الإقرار بوجود مدمن لديها حتى لو كان نتيجة ذلك ضياع المدمن وذهابه نحو الموت؟ هل السبب اجتماعي خشية من الفضيحة أم نفسي أم ديني؟ Do you face denial and is it an obstacle in front of your treatment? It changes, يعني من كل شخص لشخص. يعني the cases I work with حسب الشخص وحسب where he's going. Okay, ما بعرف العالم بيكون originally بيكون in denial. Okay, ليش مشان هيك يكون عندنا program إنه how to detect the sign of addiction بالأهل. Okay, so it changes from person to person. Changes from family to family. حسب العائلة، حسب what they are going on. There's the shame, there's the stigma. بدون يدبع حام، مش حلا يعني. Okay. يعني whenever we have a funeral, sorry, they won't say it was over. They never say it's over. Okay. And on average, from the police reports, the بيجوني. بس police reports. نحنا ما بنحكي بومو هاسبيتال. ما عم نحكي وين كاني. Dearborn Police report, I average one death every month. That's a lot. This is only Dearborn Police report. We're not talking about Boma Hospital. We're not talking about any other agency. Only the reports that I get that the police is involved in. One death in Dearborn every month. That's a lot. Okay? We don't talk about the funerals. We don't talk about how many people are lost a family member. Okay, it's a sad. But the more awareness we have, the more it's out there, the more we talk about it. We have, to answer the gentleman's question in the back, we have town halls once a year or twice a year. They have town hall meeting once a year. I had a Narcan training, like he said. I had 20 people show up. We put it on social media, we put it at the IC, at the Miss Big Mosque. The outreach is there, the service is there. That's okay. That's the question, I'm sorry. You said the services are there. Thank you. Let's take it by order, please. Let's defend or finish the comments and I'll come back to you, please. Ali Sayed and Dr. Adnan, just briefly, please. إلهية بالأكيد يعني الأهل دائما بيشعروا ب بإحساس أحياناً بالفشل أو بالجرح النرجسي نارسيستيك إنجري من إلا لما بيشوفوا أولادهم عم بيعانوا. وبالتأكيد جزء منا كالتشرال له علاقة بنظرتنا كمجتمع وكثقافي تجاه الأمراض النفسية وتجاه المعاناة. فهذا كله بيأثر بيخلي الأهل يكونوا دينايل. بس أنا برأيي جزء أكبر كمان إنه لما تحول الإدمان لديزيز موديل، لما تحول الإدمان كانت المحاولة بالبداية إنه إذا بنعمل الإدمان ديزيز مثل أي مرض يعاني منه الإنسان بتخف الستيغما. على العكس هذا الشيء ما صار، بالعكس صار في إحساس أكثر بإنه هذا المرض عبارة عن مثل ما قلت قبل بالبداية عبارة عن نقص بالإرادة ونقص بالأخلاق. يمكن نحن بنقدر نساعد الأهل أكثر لما عملية التوعية اللي عم بيقوموا فيها الشباب هاني والمؤسسات، كمان نقلل the moralism of the issue، نقلل الشعور بأنه هيدي مسألة أخلاقية. لا، لازم نعرفها بما يعني هو التعريف المضبوط، هيدي مسألة نفسية
مسألة قطاع اجتماعي لا إلها علاقة لا بالأخلاق ولا بأي شيء، إلها علاقة بأنه الإنسان لازم يعني to reach out ويأخذ مساعدات من غيره. بهذا بيساعد الأهل كثير لما بتكون يعني الفكرة دائما أنه هذه نقص أخلاقي أو نقص نقص بالإرادة. أنا برأيي بنظر الأهل حتعكس عليهم وتخلي أنه يكونوا reluctant أو مش مستعدين يروحوا ياخذوا الهلب الموجودة. وساعتها بيكون الأمور يمكن كانت بالبداية بأولها ممكن تسيطر عليها وتتحكم فيها، بعدين بيصير الوضع كثير معقد وممكن هالحالة يخسروا أولادهم أو يخسروا يعني مش ضروري بس بالموت، يخسروا الفيوتشر تبعهم ويخسروا الانفستمنت تبعهم فيهم. فلذلك لازم كمان نركز ككوميونتي انه نحاول نرجع الموضوع للموضوع النفسي والموضوع انه هذا موضوع بحاجه ما يكون في اي اخلاقيات او اي نوع من يعني العار. واحب ان اذكر في مثل هكذا افات في المجتمع قد يلجا البعض ل يعني blaming each other، إلقاء اللوم على بعضنا البعض. في الحقيقة هذه مشكلة لن تحل إلا بتعاون الكل، ويجب أن نبتعد عن أي نوع من اللوم. أول شيء شكراً لكم للمعلومات اللي قدمتوها، لكن لو نقلناكم أنتم ثلاثة لجالية أخرى مثلاً مكسيكان وحكيت الحكي اللي حكيتوه بيطلع صحيح على المكسيكان كمان نفس الاشي. لو رحتوا على افريكان امريكان برضو نفس الاشي. ما قدمتوا اشي يخص الجالية العربية في هذا الخصوص، بمعنى انه ما في ارقام عن الجالية العربية ولا في ابحاث عن الجالية العربية اللي تقول انه والله لسبب كذا والى اخره بيكون في ادمان او غير ادمان. أنا قضيت عمري شغال مع الـ Children's Trust Fund for the Prevention of Child Abuse and Neglect. مع هذا الـ Organization ما كان في هناك يعني حتى من الجالية العربية تواصل مع هذا الـ Organization بشكل المتوقع. فأنا بدعو إلى أنه يكون في هناك توجه في الجالية العربية أنه يعملوا أبحاثهم بحالهم. فهذه بتصير بعدين استيغما انه والله الجالية العربية هي الوحيدة اللي موجودة في المنطقة عندها مشكلة ادمان، وهي مش صحيح. مش صحيح، نعم في ادمان، لكن في الجالية العربية في ادمان وفي غير الجالية العربية في ادمان، ويمكن يكون عندهم اكثر مما موجود عند الجالية العربية، لكن في هناك اسباب. خلينا نذكر هذه الاسباب، ندرسها بشكل علمي ودقيق ونقدمها للجالية عشان نعرف كيف بدنا نتعامل معها. شكرا. Thank you. Is there any data that shows that the Arab American community has been struck more than other communities? There isn't specific data. We're conducting a study now to determine the effect on the Arab Muslim population specifically around the country, but the data is collected nationwide. And the data is very clear, and it, like you said, resonates in the Arab community. And that data includes literally 1 in 5 people suffer from a mental illness. There's 46, 47 million Americans, adults included, that suffer from a mental illness. You're absolutely right, the stigma could be worse. We have patients in our program whose parents are principals and doctors and lawyers and judges that are in our program, and they are very shameful and don't want anyone to know. But if we were able to use their children as a billboard and actually let others know that they're not alone, and those that are brave enough to come out and say that they've suffered and they are suffering, you know, the statistics are very, very obvious. You know, they're claiming 21 million people are addicted to a substance, 21 million, and only 10% of those receive treatment. So what are we doing with, you know, the 19 million or so that haven't received any treatment for their addiction? I hope I answered the question completely. Thank you. We'll take the last question, then we'll give you time for last words. Assalamu alaikum. Hassan Sim.
First, I thank each and every one of you for all the effort you are putting into this problem. Now, substance abuse and drug addiction is an illness. We have to face it that way. Now, prevention and awareness will help, will play a big part in helping preventing or making people, I guess, not to get to the program, to the addiction to begin with. My question was that Ahmed said, and you know, we have a lot of programs, and the problem is the people are not coming to them. My question is, we have to find a way to get to the people. We don't have to expect people to come to us all the time. Obviously, in our community, people are not going to come to us. We need to find a way to get to every and each one of them. Thank you. Thank you, and please answer this question with your final word, each panelist. And thank you very much. I have known you my whole life. I love you, but that is absolutely not realistic. There are in-home family counseling services that we offer, I'm sure ASAP offers and many other professionals offer, but to target every single home and walk in there and look at their medicine cabinets and tell them how to store and lock away narcotic drugs and to tell them how to identify and cope and deal with children who suffer from illnesses or adults that suffer from illnesses, what illnesses they should know, it's easier logistically because there's so few people offering services in this field in our community. It's easier logistically to hold forums at schools, at Islamic centers or churches or other venues that can attract. In-home is difficult. We have tried to have, like, you know, a family of aunts and uncles and their children all come together. Siblings hide from each other, you know, so that, like, you know, if my brother has a child who is suffering, they're embarrassed to share that with me. And they're embarrassed to share that with their own siblings. So we have that amongst internal family, let alone the entire community. So it's easier for us to weaponize with our knowledge and our education, understand the symptoms and understand the problems, and attack it, all of us collectively, as a community, by not being afraid of it, not being ashamed. If 1 in 5 have mental illnesses, that means a ton of us have it here, you know, or have some sort of mental illness. And again, there's 100 different types, biting your fingernails, smoking cigarettes, whatever it is. There's so much anxiety, stress, depression, and forms of those areas that we all suffer from. And that's just the reality. And it's okay to talk about it. There's nothing wrong with it. And that's how we have to treat each other. There's nothing wrong with it. If your son is addicted to Adderall that was prescribed to him at the age of 5, and now he's taking 90 milligrams, whereas he started with 5 milligrams. And if he doesn't get it, he's breaking your house, or robbing your jewelry, or not sleeping at night. That's okay. He's a victim. Not all of us are guilty of our own issues. We've been victimized. And let's remember that. The pharmaceutical industries didn't have to make painkillers that are so highly addictive that they can't function without it. They didn't have to make psychotic medications that not only treat the symptoms, but are so highly addictive that they, for the rest of their life, they just bought a customer. Actually, the customer bought into their system. Do you understand the cycle that we're in this country and around the world is not one that we created nor asked for? The bigger powers are the ones that have done that. And there are alternatives to narcotic drugs or addictive substances. There are treatments to mental health and even bipolar, schizophrenia, all the serious mental health issues, and any mental health issue for that matter, from binge eating to anyone. I'm sorry that I'm drawing a blank, but there's lists of them. So that's my conclusion. I appreciate the opportunity to be here tonight to speak before all of you, and I'm available for questions and answers anytime you guys would like. The opioid crisis was announced recently, I think two years ago was announced. It's been ongoing for a while. In the United States, the overprescription started way back. Finally, law enforcement, the government are actually making sure they're controlling the overprescription of opioids. Okay? Things are changing.
But there's already a whole generation of people that suffered from it. We have to deal with that for now. But the key thing, the most important thing, أهم شيء هو the knowledge, the conversation. Do not be ashamed to talk about it. Okay? When I talked to my cousin, I was doing an Arcan session at the, no, we're talking about substance abuse a few Sundays ago, and my cousin was praying at the mosque, and he came by, and his first reaction, I'm like, hey, we're talking about this, and I do Narcan. First reaction, like, ew. That's the kind of reaction, because I don't want to know about it. No, even if it doesn't affect you, I hope it never does. But if you know, as a ta'rif, and you have the knowledge, and you get involved, town halls, and you get involved in Narcan training, get involved in the community, and let your kids know and understand the good effect, the side effect. Knowledge, أهم شيء, the conversation, أهم شيء, تلحكي, convert, talk, and don't make it taboo. You need to be more open about it. Okay? That's what I have to say. Thank you very Thank much. أنا برأيي جزء كبير عن ما عم نحكي عنه هو دور الأهل بالبيت. المؤسسات كلها فيها تعمل كثير أشياء. فيها توزع منشورات، فيها تعمل educational programs، فيها تروح على المدارس، فيها تعمل مثل ما تفضل حضرتك، فيها تروح على كلها كذا محل، بس ما حتلحق دقك البيت. الشغل ببلش بالبيت، بمعنى لازم الأهل يكونوا دائما على علاقة وثيقة مع أولادهم. خاصة أولادهم بس يشتغلوا بمرحلة معينة بالعمر، تواصل دائم معهم، مش علاقة سلطة أبوية أو سلطة أموية، علاقة صداقة أحياناً تنمى بين البي والأم، البي والأم، البي والابن والأم والبنت، البي والأم، إذا حدا بيتعاطى منهم، لازم دائماً يكون في تواصل وحكي وقرب العلاقة، لحتى إذا صار أي شيء يكون الأهل على دراية بالموضوع هذا. نحن عم نعيش للأسف بوقت بعصر عم يصير في انعزال اكثر عن بعضنا، حتى ضمن البيت الواحد، ضمن وسائل التواصل الاجتماعي، كان التليفون ولا الكمبيوتر ولا الفيسبوك وكذا. فهذا كله عم بيولد نوع من التباعد بين الاهل، خاصه بين الاهل واولادهم، ومش عم يعرفوا الاهل شو عم بيصير. بنقدر نعمل اي شيء بنقدر نعمل اي شيء ونوزع اي معلومات واي ريسيرش، بس اذا الاهل ما لعبوا هالدور، هذا دور كثير مهم. الحكي للأهل في شغل تامل مثل بنسميهم نحن هني ريسك فاكتورز للاستعمال المخدرات. السنجل هوم فاميليز، البيوت اللي هي يعني خاصة فيها ام او باي لحاله، ويجوا للام لحاله بتكون عم تربي والباي مش موجود. وفي حاله يعني عند الشباب معروفه هي نوفلتي سيكينج، يعني كثير شباب اللي بيلجوا للمخدرات عملوا دراسات نفسية عليهم ما بيفرقوا عن غيرهم إلا بشكل وحدي novelty seeking، يعني ما ممكن يكونوا دائما شيء بسيط يعبيلهم خيالهم أو يحفزهم، دائما بيبحثوا عن شيء تاني، والمخدرات تعطي هالشعور. طب شو نقدر نعمل إحنا من مشاريع، كيف نتعامل مع أولادنا؟ في كتير إشياء ممكن تنعمل بالجالية وبغيرها وضمن البيت الواحد. لذلك أنا برأيي حتى نواجه الآفة هيدي، حدا من الجمهور تفضل وقال انه من الحضور انه هيدي حاله موجوده بكل الجاليات، طبعا اكيد، بس نحن عم نحكي بجاليتنا هاني لانه نحن ادرى فيها، نحن ادرى بالمشاكل الاجتماعيه والاشياء اللي اكيد تختلف عن مشاكل المكسيكي او مشاكل الجاليه الفلانيه. نحن عندنا مشاكل خاصه فينا كجاليه ترتبط بوضعنا الاجتماعي هاني وبتاريخنا والباكج اللي بنحملها. لذلك هيدي الامور هيدي نحن لازم نكون عم ندرسها كمحللين بالجالية، وقبل ما نعمل ريسيرش بدنا يكون قدرنا نلغي الستيغما والعار حول المخدرات. ما فيك تعمل ريسيرش اذا الاهل ما بيعترفوا وما بيندينايل، يعني بتدق على الباب وتعبي استماره ما حدا حيعبيها مضبوطه، بيطلع عندك ريسيرش بنقول احنا سكيوت. يعني نحن قبل ما نبلش بالريسيرش بدنا نعمل عمل جبار مثل هالندوات هيدي، بنخلي الاهل يحسوا انه هذا المواضيع هيدي المواضيع هيدي عباره عن حالات نفسيه. هذا الكلام مش علمي، يعني شكرا للناس قبل ما تعمل ريسيرش. انا ما قلت لك، انا قلت انه نحن لازم اسماعيل نتابع الحوار بعد اذا في اي فولو
نتابع الحوار بعد. الدكتور سمعت ان هيك كلامه. لذلك انا برايي انه كلنا لازم نكون ايد واحده ونركز على التعاون بين بعضنا. وانا بشكر هالفرصه اللي اعطيتونا اياها اليوم، وبتمنى يكون في دائما ندوات على هذا الاطار وتكون اوسع واطول يعني. So we don't say this enough. With a round of applause, يعني بتصفيق الجمهور نقدم شكرنا لكم الجزيل على الجهود التي تقومون بها نيابة عنا جميعا. هذا عمل جدا شاق وصعب، والشخص الذي يعمل ينتقد أكثر، فنشكركم على الجهود ورؤيتك سيد علي in 10 years to eradicate this from this is very aggressive goal, and we are all backing up all the organizations that are working on this. وأعتذر للجمهور لعدم كفاية الوقت لجميع ملاحظاتكم. أشكركم جزيلا. أشكركم جزيلا. بلغ الشكر لما تفضلتم به. نتمنى أن نكون أو أن نكون قد حصلنا على بعض الإضاءات، لكن كنا نتمنى أن نصل إلى عمق الموضوع. طبعاً ما تفضلتم به قيم جداً، إلا أننا نريد أن نصل إلى الوجع الأساسي. كيف نخرج من خوفنا، من الإحساس بالعار أن نقول أن ولداً في بيتنا أو أن شخصاً في بيتنا أو في عائلتنا هو يتعرض لهذا الابتلاء؟ أظن أي مشكلة لا يمكن أن نجد لها حلاً إلا إذا حددنا، اعترفنا في المشكلة وبحثنا عن أسبابها. وأظن حينما المؤسسات، كل المؤسسات والمدارس تخلق البدائل الأفضل لدمج هذا المبتلى، لأنه يعني مريض السرطان ما بيستحي أنه هو مريض، اللي عنده إعاقات جسدية ما بيستحي، لأنه هيدا يعني أمر أنه نحن ما بنقدر نخرج منه. كمان هيدي الحالة هي قد يصل المرء إليها وما بيقدر يطلع منها، بس نعترف فيها، بس نعرف أسبابها، وبس تقدم البدائل من كل المجتمع، البدائل الأفضل التي تشغل هذا الشخص، وخاصة صاحب القدرات المتميزة، بعتقد يمكن منحط إجرنا على بداية الحل. نشكر الله أنه خلق العقل، ونشكر العقل أنه أنتج الشعر، وخاصة عندما يكون الشاعر متصدراً للمسؤوليات الجسام ومبادراً للتصدي لما يضعف المجتمع، ومبادراً لخوض معارك البناء وحمل لواء الوطن في الاغتراب واللغة العربية في وجدانه وشعره وكل تحركاته وتوجهاته، أصبح علماً من أعلام الفكر والشعر والأدب والإصلاح في الاغتراب وفي الوطن، ولأنه ثار على الضعف وعلى الهوان وعلى التخاذل، فتصدى للقضايا الكبرى وأغنى خلال مسيرته العطاءات والإشراقات من فكره ووجدانه، فأعلى الصوت سائلاً العرب كل العرب: أي عربان ماذا قد جنينا، وهذا عاركم ترب حميم، تعالوا نفطر السيف المفدى، فعيب سيوفنا إذ ما تصوم. طلب مني الدكتور سعادة السفير الدكتور علي أن أعرب به فقط. السفير الدكتور علي، تفضل، المنبر لك. قبل ما نفوت على الغضب، بس عندي ملاحظة بالنسبة للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه. يعني للأسف لم لخينا علي وللدكتور عدنان ولخينا أحمد لم نجب على موضوع المحاضرة. لم بعيد لم we didn't address the issue. الموضوع كان باختصار شديد واضح. I know that you have done a lot. بعرف تماما جهودكم كثير. علي السيد شابوبا. You have done a lot. أحمد بنغلوط، دكتور عدنان. بس موضوعنا اللي طرحناه ببساطة مطلقة: ليش
العائلات بالبيوت ليش بيستحوا؟ Why this stigma؟ هذا هو جواب لهالسبب يا دكتور عدنان. أنا اخترت هالعنوان، اخترته ببساطة صادمة، تقصدت أصدم الناس. Why الناس ما بدهم ليش بفضلوا يروحوا؟ يعني أنا أكثر من حالة واجهتها مباشرة وشخصيا، ناس بيروحوا لعند المشايخ بيقولوا لي يا عمي تعوا بتمنى عليكم يا رجال دين قروا لنا الدعاء لأولادنا حتى يشفوا. سؤال كان هذا بكان هذا، يعني كنت بتمنى أنه يتم التركيز عليه أكثر هذا الموضوع. أخذتوا الجوانب التطبيقية which is great، بس كنت بتمنى يكون في إضاءة أكثر على هذا الموضوع. إن شاء الله ممكن تدوه تلاقي تران إن نظر إن نظر سيشن. بتمنى هيك. يا أنا وده. مساء الشعر والأدب، مساء الكرامة والغضب. قالت لي زميلتنا إباء إسماعيل ليش بنغضب؟ فشت خلق. لك يا عمي طلعوا حواليكم بهالأم العظيمة، عطوني شغلة وحدة عم بتصير ما بتخليك تشعر بالغضب. ما بدي احكي عن صفقة القرن بس، ولا صفقة العار، ولا صفعة العار. طلعوا على هول الصهاينة اللي عم يرقصوا بالبحرين بالمنامة رقصتهم. طلعوا على السواح الإسرائيليين اللي عم يجولوا. طلعوا. ألا يحق لنا أن نغضب؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. تعرفوا أيمتى قال المتنبي هذا البيت الشعر؟ من ألف سنة. من ألف لا ألف وشي خمسين سنة، 960 تقريبا، مشي 1100 سنة تقريبا. وما زلنا نجتر غضبنا، كل ما نعيشه نقتات غضبا. لك إذا تطلع على حكامك إنه بالله بالمؤتمر الصحفي اللي انعمل بالبيت الأبيض، بيجي سفير 3-4 سفراء عرب بيقعدوا مع الرئيس ترامب، هو عم يعلن عن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عم يعلن عن صفقة القرن. منيح؟ شوي بيطلع إشادات بالجهود الأمريكية من كل الدول الخليج قاطبة اللي عم تسعى لحل القضية الفلسطينية، واللي أكثر شيء بيستفزك الإشادة المصرية. هذه أم الدنيا، يا مصر يا أمة يا بهاية، يا أم طرحة وقلبية، الزمن شاب وانت شابة ويا وراك وانت جاي. والله الواحد بيجي ليبكي. بيقول له البيان وزارة الخارجية المصرية ينبغي أن تدققوا بتفاصيل الصفقة قبل ما تعلنوا موقف. لا الأنكى من هذا كله إيه؟ أنه بيجتمع بعد يومين مجلس وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية ويعلنوا بالإجماع رفض للصفقة. يلعن هذا عهر، هذا عهر. لما قال لهم مظفر النواب من 50 سنة القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها وشحذتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة
هل تسكت المغتصبة؟ أولاد القحبة لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم فلا تهتز لكم قصر. هول حكامنا، هول حكامنا، هول هن اللي لازم على فكرة. ما تفتكروا إنه الواحد قلبه بيحرقه أو قلبه يعني بحس بالغضب من عدوه، عدوك عدو، أمر طبيعي إنه يعني يحاول يعمل أي شيء لأنه عدوك. المصيبة بمين؟ عمر أبو ريشي قال مرة بإحدى قصائده: لا يلام الذئب في عدوانه إن يكو الراعي عدو الغنم. إذا كان الراعي عدو الغنم ساعتها بعد مؤتمر رأيتم أبيات متفرقة من قصائد، لأن قصائد الغضب يا أختي إباء لا تنتهي. بقصيدته المشهورة، أبيات مشهورة لعمر أبو ريشي وقت بعد مؤتمر القمة العربي اللي عقد بالرباط بعد 1969، شو بقول له؟ وقت اجتمعوا 14 رئيس عربي بالرباط ليبحثوا باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة إسرائيل، خرجوا من القمة دون أن يصدر أي بيان أو دون أن يتفقوا على أي شيء مثل العادة، مثل العادة. يا للرئاسات كم أغرت مناصبها وكم كبار على إغرائها صغروا، ناموا على بهرج الدنيا وما علموا أن الفراش على المصباح ينتحر على أرائكهم. سبحان خالقهم، عاشوا وما شعروا، ماتوا وما قبروا، إن خوطبوا كذبوا أو طولبوا غضبوا أو حوربوا هربوا أو صوحبوا غدروا خافوا على العار. هذا البيت الأساسي بالقصيدة، كل العالم تعرفه: خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لدعم العار المؤتمر، خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لدعم العار المؤتمر. في قصيدة لشاعر أردني يمكن ليلى اللي سامعين فيها، قالت لي أختنا إباء يمكن ليلى اللي اسمه فايز أبو جيش، ما بعرف سامع فيه مش سامع فيه. من يشتري الأعراب مني والعروبة والعرب؟ حدا بيشتري؟ من يشتري الأعراب مني والعروبة والعرب؟ من يشتريهم كلهم جمعا بحمل من حطب؟ من يشتري أشرافهم بحذاء طفل من حلب؟ من يشتري أشرافهم بحذاء طفل من حلب بمخاط طفل قد بكى قهرا على أم وأب؟ مسكينة يا طفلة صاحت وقالت: يا عرب أشلاؤها قد بعثرت من سهل يافا للنقب، وتقول لي: أين العرب؟ سحقا لهم، تعسا لهم، تبت لهم، بل ألف تب من رأسهم حتى الذنب. كمان أبيات من قصيدة لشاعر عراقي اسمه أحمد مطر، ما كده سمعين فيه: أنا لست أهجر الحاكمين. حلوة هذه، راح تعجبك يا إباء. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أنا بس أهجي الحاكمين بكون عم بهجي هجائي. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت يديك دماء؟
أقول للكلب العقور تعجبا دغدغ بنابك يا أخي أشلائي، أقول للقواد يا صديق أو أدعو البغي بمريم العذراء، أقول للص الذي يسطو على كينونتي شكرا على إلغائي، الحاكمون هم الكلاب ما اعتذاري فالكلاب حفيظة لوفاء، الحاكمون هم الكلاب ما اعتذاري فالكلاب حفيظة لوفائي، وهم اللصوص القاتلون العاهرون وكلهم عبد بلا استثناء، إن لم يكونوا خائنين فكيف ما زالت فلسطين لدى الأعداء، فكيف ما زالت فلسطين لدى الأعداء. والسلام عليكم. بتمنى ما كنتش أثرت غضبكم كثير بس. وكم جرح العربان في عروبتنا حتى غدت تأنه، وشاعرنا من محافظة ميسان العراق الذي نسمع عنينه كل حين كل صباح ومساء، يحمل شهادة الماجستير من جامعة ميشيغان العربية الغربية كلامازو في الأدب الإنجليزي والإبداعي، وشهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي الأمريكي واللغة الفرنسية من كلية اللغات في بغداد، ودكتوراه في الأدب العالمي والكتابة الإبداعية من جامعة إنديانا. كتب ونشر أغاني لوردة الصباح وعن حنينه لشمس العراق، مطاردا خيوط الشمس في 5 أعوام من المنفى، ومعه مناديل وحلوى للفرح القادم، وقد ظل رفيقه وطن الدموع، كما كتب لليالي النبيذ والأرق ولأفياء وبلال في 4 أعوام من المنفى، والعديد من الدواوين والكتابات التي ستصدر قريبا من إبداعه مع الشاعر الدكتور قحطان المندوي. وهذه العناوين هي عناوين دواوينه. أهلا بك دكتور، المنبر لك. مساءكم السلام عليكم. تقصد لو أخذ 4 عقود من المنفى وليس 4 سنين. أعطاكم مقطع من قصيدتي حنين لشمس العراق، وعندي قصيدة أخرى مناسبة. يردي برازك من عاداك يا وطني، يبدي برازك من عاداك يا وطني، يا منبع الفكر والأخلاق والسنن، يبديك من ضر غصنا منك في عمد أو مسماءك في سوء وفي ضغن، وكل فجر ومولوء ومنفصم من أشعل الحقد بالنعرات والفتن، الشمس أنت عداك الأرض آسنة، فما انتفاع الورى بالقاحل الأسن، يا نفحة السعد يا نخلا ولهت به، يا نور عيني وشعري يا لظى شجني، قدست حبك مصطوبا على أمل وفي هواك جفتني لذة الوسن، يا زفة العرس والمنكوب مطربها. هذا سالم المنكوب مطرب شعري، ماذا من به؟ سلمان المنكوب. يا زفة العرس والمنكوب مطربها، يشدو فيمحو الأسى عني ويسعدني، يا خبز أمي ويا خلخال رعية كردية في ربابي خال تسحرني، يا رتفة ريفية سمراء مفحمة تخال في مشيها حورية جنني، يا خسر مخطفة لولا الحياء بنا زرحت ورد الصبا في طينها اللدن، يا سدرة النبق يا عودا ودالية، يا نكهة الطلع يا رمانة الغصن، يا ثور صعب
بقلب الهور توقظ بي عار الوضيع الذي بالهور عيرني. هذا المقدم خالد احمد الدخيل لحال كمي دبليو. جميل. يا طور صاب بقلب الهور يوقظ بي عار الوضيع الذي بالهور عيرني. انا ابن هورك لا خبا ولا خجلا فذكر الدور والخريط يذكرني. الله. وزير انا ابن هورك لا خبا ولا ملقا فذكر الدور والخريط يذكرني. ولي رجالك شحوا نصفهم ذمم ونصفهم يرعوي باللحن والكفن. 60 مجدبة أنت لبطشهم لم يختلوا أو يرعوا حرمة الوطن. إدراقهم لحن نازي فأرقصهم كرقص فاعلة في عرسها المجن. وما يزالون حقا في جهالتهم مستهترين ومجبولين من عهني. لا يأمنون مغيثا يستجير بهم وجلهم فاسد أو غير مؤتمن. مسعورة وردت تلك الضباع كما مسمومة شغفت بالقتل والإحن وللكلاب وفاء يستعي خجلا منه الحياء ويستعصي على المنن. صفوا من أي كهف أكل من أي سافلة صفوا حليبهم يا خسة اللبن. ألف ونصف وما زالوا بجهلهم يسعون للقتل ذات اللات والوثن. عسوا نداء الذي أوصى برحمته وخالفوا ما بشرع الدين من حسن. كيد الجبان وإن أقوت جريمته لا يحصد الند غير العار. والدرني عش عراق فهم موتى وأشجعهم لا يرتقي شسع نعل تالف. عفني يبديه كل الذي عاداك يا وطني يا منبع الفكر والأخلاق والسلم. قصيدتي بعنوان ذاكرة النمل مهداة لأبطال ثورة تشرين الشجعان وشهدائها الأبطال. قال الفردوسي الشاعر الفارسي: لا تقتل نملة حاملة ذرة قمح، فالحياة جميلة حتى للنملة. صوت في البرية فيه. الحق والزمان سيد حران. ألساسة العميان من دنسوا مياهنا ووسخوا تربتنا وسرقوا عزتنا ونطخوا جبين هذا الوطن النازف والمقهور بالحقد والبهتان. ألساسة الجرذان قد قتلوا أبناءنا وقوضوا أمالنا وأشعلوا في دمنا الغيظ والبركان. المستهترون حشاكم أيها المستهترين القتلة أن تعفون المستهترين. أيها المستهترين القتلة انظروا ماذا فعلتم لبلاد بعدما هجرتموني للمنافي. ليس لي أهل ولا ملك سوى هذه القوافي. إنما كل بلاد الله لم توسع حذائي وتنكرت لكم منكم برئت وتنكرت من لكم منكم برئت يا جناتا جهلة وسأطمى حسب ربي ما خلقني. أين من خالف يوم العجلة؟ إنما من ثقل العفر على شلو رفاتي من ظلام القبر من هول سباتي سوف أرنو لنشيد الجائعين ونحيب الثاكلات وأجدكم مثل ما عشتم قرودا سفلة خدما تبقون للغازين والأحقاد والكره الدفين يا جياثا حثلة. الهلفوت إذا سمعين وتعرفون شو الهلفوت. لا يمنع الغربال ضوء الشمس ولا سقوط الصخر عش عنكبوت. مهما بطشت وأرقت من دم الشباب يا الفوت سيختفي خطاك جيش النمل وتنتهي قمامة أو فأرة في نفق التاريخ وعشك التابوت. لا ترحم ذاكرة الأطفال وما ظل النمل طريقة. حبل الموت قصير حبل الموت كعمر الطاغوت قصير.
سبح للرحمن أو الشيطان، زكي صوم وصلي، ستظل سليل الوأد وعبدا للأوثان، ويداك ملطختان بدماء صبايا، ما علكوا غير الخبز غير القهر، بدماء صبايا ما علكوا غير القهر، ولا شربوا غير الحرمان، دعينا إلى وطن حر ورغيف العيش. أهنئت بنومك، أنا أنت بذلك بعد القتل، هل قبلت يدي سيد نعمتك اليوم؟ حكم عقلك إيمانك إن كان لديك ضمير، لو تسمع صرخات الناموس لتعلمت فداء بلادك حب بنيه ونخله. يا محجوب، ساقك في الإحدم والأخرى غارقة بدماء الأبرار، الصوت الهادر في البرية يصرخ، القاتل يقتل، والجاني لا تستقبله الجنات ولا الحانات، يومك أقصر من ظلك يا ظالم، لا باب يفتح في وجهك غير جهنم، إن كنت نسيت الحبل زر مكتب صاحبك المتغابي وشقيق اللص، هذا مستشار الأمن القومي وفق الرميل. مهلا يا سيد عرش المسروق من سفاع، لا مغفرة بعد اليوم، بوتقة الصهر ستغلي أكثر ويفوح العطن، وتجيء جيوش النمل حانقة كي تمحق عينيك، لدماء الشهداء ثأر وعويل ونداء لا يسمعه الطرشان ولا الجندان، ليس بقبرك بعد الشمس ضياء، حين تراجع في حسته أحقادك أوهامك ودسائس مكر وخداع، يا من سفهت العيش ورخصت الموت، يا عبدا للدائر والدجال وأهداك العرش الملعون، سفاح أنت وحراسك أقدر منك، الثورة بدر والنمل قريبا آتٍ، لملم أشلاءك، لا تنسى تربتك العطرة وسجادتك القم، عد من حيث أتيت، لست إله زمانك، سحق الأقوى والأمكر منه، صار كعصف مأكول، اقتل ما شئت وماطل، اطغي واثمل بدماء ضحاياك، سيحج الحبل وريدك والنمل يزورك مسهورا، يا أرخص من صرصور، اليوم في التحرير نستصرخ الضمائر المعطبة، وفي غد اليوم في التحرير نستصرخ الضمائر المعطبة ونندب الشهيد، وفي غد سنشتكي عند أبي الحسين، نقول يا سيدنا هل ترتضي ما فعل الأرذال بنا؟ نقول يا سيدنا هل ترتضي ما فعل الأوباش بنا؟ ونحن بنوك وأحفادك، قتلونا لكننا ما متنا، سرقوا خبزتنا عزتنا، فزعوا الشر علينا، وأرادوا منا خلع ضمائرنا كي يصفح عنا ويسوس بنا السافل والأفاك، وعلمتنا أنت أن لا نظام ولا نرتضي ظلة وخنوع، وبعد غد سنحمل الفؤوس والهراوة، فأما فأبا هند لا تعجل، وها نحن في دربنا سائرين على عهدنا صامدين، فأما إلى عيشة حرة وشعب سعيد، وأما إلى حتفنا خالدين والسلام. قبل مسك الختام نبقى مع بعض الإعلانات، والإعلان الدائم الذي يطلقه المنتدى الثقافي في ديربون والمنتدى العربي الأمريكي للثقافة والفنون، دعوة أصحاب المواهب والقدرات وأصحاب الإبداع إلى المشاركة حضوراً أو إلقاءً أو خطابة أو كتابة أو نظما في الشعر وفي أي مجال من مجال الفنون التي يتقنون. كما يقيم المنتدى العربي الأمريكي ويدعوكم الرئيس والأعضاء
الذين هم بصدد التحضير للاحتفال بذكرى مرور 100 سنة على تأسيس الرابطة القلمية التي تأسست في 20 نيسان 1920. هذا الاحتفال سيقام بتاريخ 20 نيسان 2020 بالتعاون مع ديوان أهل القلم من لبنان وبحضور رئيسة الديوان السيدة الدكتورة سلوى الأمين، وأيضاً رفضاً لسرقة القلم. تدعوكم منظمة الشباب الفلسطيني ومنظمات أخرى للمشاركة في مظاهرة يوم السبت بتاريخ 8/2/11 الساعة 11 من صباح يوم السبت 8/2 في وسط مدينة ديترويت. أيضا يتشرف مسرح كليفلاند العربي بدعوتكم لحضور العرض الأول في ميشيغان لمسرحية وبعدها التقينا، وذلك الساعة 3 PM والساعة 8 PM يوم السبت 22 شباط في المتحف العربي الأمريكي في ديرفون. المسرحية باللغتين العربية والإنجليزية. يمكنكم الاطلاع على معلومات أكثر حول المسرحية وأسعار البطاقات بزيارة الموقع الإلكتروني للمتحف. لديك إعلان آخر أستاذ وسام؟ الندوة للفكر الحر تدعوكم إلى أمسية محاضرة للدكتور رشيد الخالدي. دكتور رشيد الخالدي هو صاحب كرسي إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا يونيفرسيتي، أحد كبار المفكرين العرب، وآخر كتاب كتبه تحت عنوان 100 سنة من الحرب على فلسطين 100 year war on Palestine، وسوف يكون ذلك في 26 من هذا الشهر شهر شباط فبراير الساعة 6:30 في قاعتكم هذه. والدعوة عامة. شكرا. ومن سوريا شقيقة فلسطين وجارتها وأيضا حبيبة اليمن والعراق ولبنان وكل الأقطار العربية التي تضافرت عليها كل المؤامرات فهزمتها، فنانتنا التي استهوتها الموسيقى منذ طفولتها المبكرة في سوريا فكان الكمان رفيقها منذ المرحلة الابتدائية مرورا بالثانوية إلى أن وصلت إلى الجامعة. درجت على تلقي دروس الموسيقى حتى أتقنت الحوار تلاقيا بالناس عزفا وإبداعا عبر نوتات وألحان كمانها الإلكتروني. شاركت في العديد من احتفالات المدارس في ميشيغان ومع الأوركسترا أيضا، وأغنت احتفالات الجامعات الأمريكية والعديد من المعارض بألحانها وحضورها الجميل. تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة وين ستيت وتطمح لإكمال دراساتها العليا في العلاقات الدولية. ابنة الدكتور جمال غانم والشاعرة المبدعة الأستاذة إيباء إسماعيل، ومع مسك ختام الفنون والإبداع كله وكل حضوركم مسك معنبر الفنانة آية غانم. آية غانم المنبر لك، تفضلي. Thank you.
Standing ovation. كيف حالك؟ كيفك؟ شكراً لكم وإلى اللقاء. توجهاتكم وأسرارنا على استحضار اللغه العربيه لتبقى دائما Thank you.